السيدات والسادة، مساء الخير. في الحديث عن مستقبل الثقافة المصرية وعن الإعلام الجديد، نسأل دائماً أين نحن من لغة العصر، لغة الأرقام والمعلومات؟ في الثقافة قد لا يعرف الكتاب والناشرون قراءهم، أو ما هي الشرائح الاجتماعية المهتمة بالقراءة، أو ماذا يريد القراء. في الإعلام أيضاً قد تغيب الأرقام والمعلومات عن حجم ونوعيات المشاهدين وعن احتياجات ورغبات المتابعين. وعندما تختلط فنون الإعلام ومحتوى الثقافة بعلم الأرقام، هنا فقط نعرف ماذا يريد الناس في خطابنا الإعلامي والثقافي. في بلدنا هناك خبراء متخصصون مهمتهم الاطمئنان على وصول الخدمة الثقافية والإعلامية لمستحقيها. من هؤلاء الخبراء المرموقين مثقف مصري كبير تولى قيادة العديد من المواقع الإعلامية والثقافية والأكاديمية، وهو حالياً يرأس الكيان المسؤول عن الفكر والثقافة المصرية. ضيفنا اليوم ينتمي إلى العالم الرقمي، يتحدث بلغة المعلومات في ساحة الفكر، وله باع طويل في إرساء هذا العلم الجديد وتطبيقه في بلدنا. عن الثقافة والإعلام ولغة العصر حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم. الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أحد وجوه مصر المشرفة في العمل الثقافي والأكاديمي، ينتمي لأسرة فنية عريقة. الأب هو الفنان الكبير الراحل محمود عزمي، والوالدة هي الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل. حصل على الدكتوراه في فلسفة المعلومات بمرتبة الشرف، وكانت عن التلفزيون المصري. المشوار الأكاديمي بدأ بتدريس الإعلام وعلم المعلومات بجامعة القاهرة والعديد من الجامعات بالدول العربية، وتولى عمادة كلية الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم رئاسة قسم المكتبات بجامعة القاهرة في 2018. ترأس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، ثم أشرف في الوقت نفسه على المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين قبل أن يصبح أميناً عاماً له. خاض دكتور هشام عزمي معركة استعادة وثائق مصر المنهوبة التي هربها الإخوان، كما استعاد المقتنيات الأثرية من مكتبة فنان الأوبرا حسن كامي لدار الكتب المصرية. تبنى عزمي العديد من المبادرات لصياغة سياسة وطنية للمعلومات، وشارك في المشروع الرقمي الدولي لتوثيق التراث بالتعاون مع جامعة مارينبورغ الألمانية، وحصل دكتور عزمي على العديد من الجوائز محلياً ودولياً، منها جائزة التميز في مجال الإنسانيات والأداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة التفوق الأكاديمي من ألمانيا، إلى جانب منحة السلام الأمريكية. دكتور هشام عزمي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأنا الحقيقة هبتدي بس بتعريف للسادة المشاهدين عن معلومة لابد أن يعني ندلي بها في البداية، أنك بتنتمي إلى عائلة فنية كبيرة وراقية جدا، أنت ابن الفنان الكبير الأستاذ محمود عزمي، والوالدة كانت الأستاذة الكبيرة الفنانة القديرة عايدة كامل. الله يرحمهم. يعني ماذا اكتسبت منهما؟ لا، اكتسبت حاجات كتير، لكن يمكن ونحن في يعني في إطار الثقافة والإعلام، أنا هذا المبنى وهذا الاستوديو اللي بنجلس فيه الآن، يعني حضرت فيه صبايا يعني تصوير لمسلسلات كثيرة جدا، حضرت فيه تسجيلات كثيرة لهذا المسلسل الإذاعي الشهير عائلة مرزوق. أيوة. نشأت في عائلة تقدر الثقافة، والد قارئ نهم،
بيذهب بابنه في سن 11 الى الفجاله ليقتني له ثلاث كتب لنجيب محفوظ، ليست اي كتب، عبث الاقدار وكفاح طيبه ورادو بيس في سن 11 سنه. عائله يعني كان فيها العلاقات الفنيه بين الزملاء في الوسط الفني كانت علاقات راقيه جدا. سعدت برؤيه الشخصيات اللي انا براها على الشاشه. سعدت وكنت محظوظ ان والدي في فتره من الفترات كان مدير لاحدى الفرق المسرحيه، فرقه المسرح الحديث. أيوة. فكان حضوري للمسرح مكثف. السينما انا بدي حضرتك يعني الخلفيه اتكونت برضو ازاي. حفلة العاشرة في سينما مترو، الفيلم الأجنبي كل يوم جمعة كان مقدسا. فباختصار عائلة إلى جانب أنها يعني نمت الذائقة الفنية والثقافية، شاهدت وعشت ماذا يعني فعلا زمن الفن الجميل. قول لي بقى اسمك إيه؟ أنا عندي ولد صغير قدك كده اسمه مدحت، بيروح المدرسة. انت بتروح المدرسة؟ انت مش عايز ترد عليا ليه؟ اسمك حسن؟ يبقى هشام. ممدوح تعالى حبيبي. نعم يا ماما. خد يا حبيبي الدبل دي. حاضر. عينيكي لسه عم هي بتوجعك. لا يا حبيبي ما فيش حاجة. طب ما تستريحي دلوقتي وبكرة بيشتغل. بتقدر تخلص الواجب بتاعك تخليه لغاية بكرة؟ لا خلاص. انا كمان لازم اخلص ده النهاردة. ليه؟ هو واجب واكتر يا ممدوح. طب اما نشوف مين اللي يخلص الاول. المجلس الأعلى للثقافة إيه موقعه في وزارة الثقافة؟ ما هي الجهات التابعة له؟ هل هو مسؤول عن السياسة الثقافية؟ سؤال مهم. المجلس الأعلى للثقافة، وحضرتك يعني لست بعيدة وكنا سعداء بوجود حضرتك معنا في وقت من الأوقات في لجنة الإعلام. شكرا. هو بمثابة القلب من الوزارة. والحقيقة أنه موضوع وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة موضوع حسم منذ فترة، لأنه كان في بعض الأوقات في فترات سابقة يوجد بعض الـ يعني اللبس أو الغموض فيما يتعلق بدور الوزارة مقابل دور المجلس والعكس. والحقيقة أنه هذا الموضوع كما ذكرت حسم، لأنه الآن بحكم الهيكل التنظيمي للمجلس فإن رئيس المجلس الأعلى للثقافة هو وزير الثقافة، والأمين العام هو المنوط به الإشراف والتنفيذ العمل اليومي في المجلس. المجلس في المقام الأول معني بالسياسات الثقافية في سبيل تحقيق هذا في مجموعة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها عمل المجلس، وفي القلب منها لجان المجلس الأعلى للثقافة. طبعا هرجع لموضوع الجهات التابعة، لكن لو سمحتي لحضرتك أنا يعني على موضوع اللجان يعني يكون في بعض التركيز، لأنه حقيقة أنه لجان المجلس الأعلى للثقافة هي المعنية أساسا بتحقيق الرؤية من خلال لجان متنوعة تحت شعب أساسية كانت في الماضي وإلى عهد قريب بتندرج تحت مجالات أساسية ثلاثة، هي الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. إلى أن تم إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى منذ حوالي سنتين، كان من الضروري جدا في ظل ما يجري من تطورات على الساحة الثقافية، وخاصة مع وجود رؤية لمصر 2030 وخطة للتنمية المستدامة ووجود محور ثقافي كغيره من المحاور الأساسية في الخطة، أن تتم مراجعة أعمال المجلس ونشاط اللجان في ضوء هذه الخطة. الخطة زي ما حضرتك أولا نحدد كم لجنة؟
اللجان الآن 24 لجنة لأنه ده تم بعد إعادة الهيكلة. هم الحقيقة كان تجاوز العدد قد يكاد يقترب من 30 لجنة، لكن على الرغم من تقليل عدد اللجان إلى 24 فتم استحداث 7 لجان جديدة تحت شعبة جديدة تماما هي شعبة السياسات والتنمية الثقافية. والحقيقة ده اللي أنا يعني كنت حريص أن أنا أوضحه للسادة المشاهدين، أنه إلى جانب الشعب الأساسية الثلاثة التي بدأ المجلس بها واستمرت عبر عقود، الآن في ظل إعادة الهيكلة كان لابد من استحداث مجموعة من اللجان تعنى أساسا بعملية الربط بين هذه الرؤية الثقافية والسياسات الثقافية الموجودة كأهداف استراتيجية وبين أعمال اللجان الأخرى. هذا لا يعني على الإطلاق أن اللجان الأخرى بمعزل عن السياسات الثقافية، لكن اللجان الجديدة وكما يمكن بتوضح تسميتها لجنة سياسات وتنمية ثقافية، منها مثلا لجنة مواجهة الفكر المتطرف، لجان الثقافة الرقمية، لجان الملك، المهم في مجموعها هي تعنى أساسا بعملية الربط ما بين الرؤية الموضوعة في ظل خطة، لأن هناك خطة للوزارة، هناك أهداف استراتيجية منها مثلا تحقيق العدالة الثقافية، تحقيق الريادة الثقافية، الحفاظ على التراث. الجهات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الآن هي إدارات مركزية، منها الشعب واللجان الثقافية، منها إدارة المسابقات ومنح التفرغ، منها المركز القومي لثقافة الطفل وهذا ركن مهم الحقيقة في المجلس الأعلى، و أيضا لدينا إدارة مركزية للشؤون المالية والإدارية وإدارة مركزية طيب لشؤون ماذا تفعل المجلس. هذه اللجان؟ لجان المجلس يعني في المعتاد كان التركيز على بتكون على أنشطة بتتم، ندوات، محاضرات، مؤتمرات، لكن الحقيقة أن الصورة الآن بتختلف، لأنه في ظل الضرورة الملحة لأن تأتي اللجان برؤية واضحة كل في اختصاصه، طلب من اللجان الآن أن تعد أوراق سياسات. يعني ليس الأمر الآن قاصر على أن اللجان، على فكرة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات مهمة جدا ولها دور في نشر الوعي وفي تنمية المدارك وال فكرة الوعي الثقافي مهمة جدا، لكن ناتج اللجان نفسه أين يذهب؟ ما أنا بقول لحضرتك هو إحنا لسه في بداية إعادة الهيكلة، لأنه الحقيقة أن ظروف الكورونا لم تسمح الحقيقة للجان أن تعمل بالصورة. الحقيقة هي اللجان لم تقصر، لكن إحنا زي ما بقول لحضرتك في نهاية الدورة متوقعين ورقتي سياسات من كل لجنة، كل لجنة في إطار تخصصها هي الأقدر على وضع رؤية وتصور، ليس لشيء آني. إحنا بنطلب أن تكون لكل لجنة رؤية واضحة عن قضية أو شأن ثقافي يتعلق بخصوصية عمل اللجنة، فلجنة الإعلام هي أقدر من غيرها على طرح رؤى ومقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الإعلامي. هذه التوصيات أين تذهب؟ تذهب هذه التوصيات بترفع للأمانة العامة، ترفع للسيدة الوزيرة، وبدورها بيتم التواصل مع إذا كان الأمر يتعلق بالتعاون مع وزارات أخرى أو إذا كان الأمر يتعلق بالقطاعات والهيئات داخل الوزارة ده بيكون أسهل، لكن الأمر في النهاية بيرفع ومفترض أنه هو هيكون فيه تواصل مع الجهات الأخرى، لأنه إحنا إلى الآن لم نتلقى أوراق السياسات التي أتحدث عنها. هذا طيب هو أوراق الدور. أوراق السياسات دكتور هشام، يعني طبعا يعني أنا الحقيقة دلوقتي أنا بتحدث إلى الجمهور العام بقول له إن في المجلس الأعلى المجلس الأعلى للثقافة به عدد من اللجان، كل لجنة منهم بها عدد كبير من الخبراء بيصدروا قرارات، هذه القرارات تذهب إلى وزير الثقافة. الحقيقة بيصدروا توصيات أو توصيات ومقترحات. لا صح، أنا مهم قوي إن إحنا نوضح الجزئية دي. هي توصيات. هي توصيات. طيب ما أنا هنا الحقيقة بقى عايزة أسأل. تفضل. مدى إلزام هذه التوصيات للقائم على شؤون الثقافة في مصر؟ يعني اللجنة هتشتغل كويس جدا في اتجاه ما، هتصدر توصيات، هذه التوصيات سترفع إلى المسؤول الأول عن الثقافة في مصر وهو وزير الثقافة. تمام. مدى إلزامها؟ إذا كانت اللجان قد أتت بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ وفي الصالح العام، يقينا لن تتوقف عند
الوزير المختص، لأنه زي ما بقول لحضرتك في بعض الأمور تتعلق بالتعاون مع جهات وهيئات أخرى. يعني إحنا طبيعة العمل الثقافي الحقيقة غير قاصرة على وزارة الثقافة أو القطاعات والهيئات التابعة لها. أيوة. إحنا يقينا بنتداخل مع وزارة مع العمل الإعلامي، سواء كان مجلس أعلى الإعلام، بنتقاطع ونتداخل مع وزارة الشباب، يقينا في هناك تعاون وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي، مع الأوقاف، مع الأزهر، مع الكنيسة. ولأنه كما ذكرت لحضرتك في البداية أنه المسؤول عن المجلس الأعلى للثقافة الآن هو الوزير المختص، فالأمر الحقيقة بيكون أسهل في عملية تبادل الرؤية، وده الحقيقة دور الأمانة العامة إن هي بتخرج بهذه التوصيات. يعني أصبحنا في مصر عندما نسمع أو نستمع إلى كلمة لجنة بنجد ان المساله لا دي يعني بعدها يعني عفوا بتترهل للمسائل جدا. ماذا يحدث في المجلس الاعلى للثقافه وهؤلاء الكبار اصحاب العقول الكبيره فيه بيصدروا اشياء معينه، تذهب الى اين وماذا الزاميتها للمجتمع؟ اسمحي لي حضرتك اولا نحن نوضح أنه طبيعة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة تختلف كلية عن اللجان التي نسمع عنها اللي هي لجان بتشكل لأغراض وقتية لمعالجة مشكلة معينة. نشكل لا الحقيقة أنه هيكلية المجلس الأعلى منذ بداياته وتبع للقانون اللجان هي بمثابة القلب فيه، فهي تختلف في طبيعتها وفي مهامها عن أي لجنة بتشكل على سبيل المثال. دكتور هشام أنا عايز أقرب لو سمحتي لي، عشان كده كنت عايز أقول أنا الحقيقة من وقع خبرتي في هذه اللجان عايز أسأل. نحن في مصر كان لدينا دائما مجالس قومية متخصصة، كانت صحيح. المجالس القومية المتخصصة لديها وتمتلك خبرات عالية جدا في التخصصات المختلفة، وكانت ترفع توصيات ومقترحات. الحقيقة أنه في ظل غياب المجالس القومية المتخصصة الآن، الجهة الأقرب لتأدية المهام التي كانت منوطة بالمجالس القومية المتخصصة هي لجان المجلس الأعلى للثقافة. نحن لدينا 24 لجنة كما ذكرت تغطي تقريبا كل المجالات فيما عدا المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، وحتى تلك وضعنا في اللجان الجديدة لجنة للثقافة العلمية ولجنة للثقافة الرقمية. طيب. فبس احنا نتفق على انه عمل لجان المجلس ليس عمل روتيني لأداء غرض محدد مرتبط بمهمة محددة موقوتة بزمن معين، هذه لجان مستمرة بيتم تجديدها. طيب. لها هذه اللجان دكتور مثلا على سبيل المثال بنتكلم على المجال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي او بنشتغل فيه الاعلام، هناك لجنة للإعلام تصدر توصيات، وتكون هذه التوصيات عادة نتيجة بحث ورؤية وفهم كبير جدا، لأن فيها عدد كبير جدا من أصحاب العقول الكبيرة في هذا الموضوع. لا ده أكيد، ويعني لجنة الإعلام أين تذهب توصياتها؟ وهل الإعلام في مصر يستفيد ويرحب ويستقبل ما تتوصل إليه لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة؟ طيب دائما كان في حديث، ويمكن حضرتك طبعا كنت جزء في جزء كبير منه، موضوع العلاقة بين الإعلام والثقافة. أيوة. وهل تصل الرسالة الثقافية أو المنتج الثقافي إلى كل فئات الجمهور المستهدفة؟ وهل يتم تسليط الضوء الإعلامي في المقابل على كل الأنشطة؟ أنا عايز أقول لحضرتك تم توقيع اتفاقية أو بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للإعلام لتغطية أحداث ثقافية مهمة اللي شيء بتتم. جميل، ده جديد. حضرتك يمكن مهرجان القلعة بيذاع يوميا على إحدى القنوات. بعض البروتوكول الحقيقة بيغطي أحداث ثقافية كثيرة، سواء منها ما يتعلق بالأوبرا أو أنشطة في قطاع الفنون التشكيلية. أو هذا جزء كان مهم جدا الحقيقة، وأعتقد أنه حضرتك الثقافة والإعلام. هذه خطوة، هذه خطوة يقينا بتحقق جزء من الأهداف المرجوة في الوصول بالمنتج الثقافي إلى
كل الفئة، لأن أنا الحقيقة من يعني أصحاب قناعة أنه مهما كان دور وسائل التواصل الاجتماعي ومهما كان دورها في التأثير على فئات، فلا زال الإعلام خاصة التلفزيون له الدور الأكبر والأكثر تأثيرا على فئات المجتمع. ولا يوجد حتى الآن أي وسيلة إعلامية أخرى لها نفس تأثير التلفزيون الذي يصل إلى ملايين من الناس في وقت قصير جدا ويحدث تأثير لا يمكن أن تصل إليه أي وسيلة إعلامية أخرى. صحيح. علشان كده عايز أقول أنه هذه خطوة بإذن الله يمكن تتبعها خطوات أخرى في سبيل تحقيق انتشار أكبر ووصول أكبر للمنتج الثقافي إلى كل شرائح المجتمع في كل أقاليم مصر. دكتور، حضرتك واخد يعني حصلت على الدكتوراه في فلسفة المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات، في علوم المعلومات. وكان لها صلة أيضا بمكتبات التلفزيون المصري. ده صحيح. إيه الموضوع؟ الموضوع أنه هذا المبنى العظيم أنا الحقيقة شرفت أن أنا قضيت فيه يعني سنوات. صحيح أنا عددت رسالة الدكتوراه في الخارج، لكن ظل الموضوع مرتبط بمصر. مصر لديها مخزون ثقافي وإعلامي غير مسبوق على مستوى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. الكنز الذي تمتلكه مكتبات وأرشيفات التلفزيون المصري لا يناظره أي رصيد آخر موجود في أي مخزن. ونحن نتفق مع حضرتك جدا مع كل في الاحترام. هذا الموضوع صحيح. كان لابد من وقفة يعني على الأقل من وجهة نظري كأكاديمي وباحث، وكان هذا الموضوع نحن نتحدث عن رسالة بالمناسبة يعني نوقشت أو أجهزت في تسعينيات القرن الماضي، كانت أول رسالة من نوعها على مستوى الوطن العربي تلقي الضوء على هذا الرصيد الهائل من المادة الفيلمية، لأن الرسالة الحقيقة لم تكن تتعامل مع مواد مطبوعة على الإطلاق. كان التركيز والهدف الأساسي من الرسالة هو وضع نظام معلومات آلي للتعامل مع المادة الفيلمية، سواء تجسدت في صورة أفلام أو تسجيلات فيديو، وغطت بالتالي أربعة من القطاعات الرئيسية اللي موجودة، هي كانت مكتبات في ذلك الوقت مكتبة الفيديو، مكتبات الأفلام العربية والأجنبية، ومكتبات التابعة لقطاع الأخبار، وخرجت برؤية في وضع هذا النظام. كان وقتها التلفزيون بيخطو بعض الخطوات المبدئية في التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحفية الكبيرة في وضع نظام معلومات، لكن هذه الرؤية يعني اعتقد وضعت يعني اهم ما حضرتك توصلت له ايه في هذه الدرس؟ لا احنا في اهم توصية انذاك كان انه لابد من الاسراع في عمليه تنظيم سريعه جدا تتيح لكل من يتعامل مع هذه المواد، سواء كان على مستوى الاعداد او الاخراج، لان الحقيقه الطريقه اللي كانت سائده كانت طريقه تقليديه جدا تعتمد على دفاتر وتعتمد على يعني عفوا نوتة بيسجل فيها ارقام شرائط، وهذه ليست وسيله ناجعه على الاطلاق للتعامل مع المحتوى. حضرتك دلوقتي بتتعاملي مع حالات وحاجات استرجاعيه تريد ان تسترجع بعناصر مختلفه في مضمون ومحتوى المادة البرامجية. ده كان التركيز على وأين ذهبت تلك التوصيات؟ حضرتك مثلا تابعت أتيحت فرصة بعدها للتعامل مع إحدى يعني القنوات الشبكات اللي تم تنفيذ فيها النظام الآلي. التلفزيون قطع خطوات لأن حضرتك طبعا التوصيات اللي بتخرج عنها الرسالة يعني أخذ ببعض توصياتها، لأنه بدأنا حتى من اختيار المواد التي يتم الاحتفاظ بها. حضرتك لا تستطيع أن تحتفظي بكل شيء بيتم إنتاجه داخل المبنى. وما هي معايير الاختيار؟ وكيف حضرتك تؤمني أنه ما يتم الاحتفاظ به الآن ولا يتم مسحه؟ لأنه ما قد يمسح الآن لا يمكن تعويضه في المستقبل. يعني في النهاية أعتقد أنه حضرتك يمكن هتتفق معايا في هذا، أنه التلفزيون المصري فعلاً كان يملك ثروة وما يزال ثقافية كبيرة وما يزال وما يزال. طيب حضرتك برضو يعني في ندوة أخيرة في المجلس الأعلى للثقافة قلت كلمة الحقيقة لفتت نظري، قلت أنه ما هو قادم في مجال المنظومة الثقافية والمنتج الثقافي بيختلف عما سبق. ما هو قادم؟ كيف ترى؟ كان في سياق إحدى الندوات المتعلقة بتأثير تكنولوجيا المعلومات الرقمية على
النشاط الثقافي وعلى المشهد الثقافي بصفة عامة، وكان ذلك يعني تاليا بعدة أسابيع يمكن لما تم الإعلان عنه من يمكن وافد جديد أطلق عليه الميتافيرس. هذا الميتافيرس باختصار شديد هو بيئة افتراضية جديدة تم الإعلان عنها من قبل مارك اللي هو مؤسس الفيسبوك. ويمكن حضرتك تفتكري من حوالي 6 شهور توقفت وسائل التواصل الاجتماعي تماما لمدة 6 ساعات، وبعض الآراء بترى أنه ده كان اختبار للعالم كيف يمكن أن يتعامل مع الحياة دون وسائط. والحقيقة أن التجربة أثبتت لقطاعات عريضة من الناس أنه من الصعب جدا للأسف أن تتعامل الآن دون وجود هذه التطبيقات الافتراضية. مشكلة الميتافيرس هذا الوافد الجديد، لو ترجمنا الكلمة نقول إيه؟ الميتافيرس هو ميتا يعني شيء يعني ضخم أو كبير، والفيرس اللي هو يعني جاي من يونيفيرس، يونيفيرس اللي هو الكون، الميتافيرس اللي هو الفضاء الواسع الكبير. مشكلة الميتافيرس إنه هيكون في ما يسمى بالأفاتار أو القرين للإنسان، هو اللي هيكون بيمثله في هذا الفضاء الافتراضي. هذا القرين سيزود، وده الشيء الجديد الحقيقة، ببعض السمات الشخصية للأصيل اللي هو الشخص اللي هو قرين لي من خلال الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. وهنا الخطورة إنه هذا القرين سيتحول بمرور الوقت إلى ما يمكن أن يعتبره بديل عن الشخص، يحضر عنه اجتماعات، يأخذ قرارات ثم يعلمه بها أو لا يعلمه. الحقيقة كان في تساؤلات كثيرة جدا عن تداعيات ما يمكن أن يأتي به هذا الوافد الجديد. والحقيقة إحنا في المجلس الأعلى للثقافة شكلنا لجنة من 9 لجان متخصصة، لأنه الحقيقة ما يمكن أن يقدمه ويؤثر به هذا الميتافيرس على الأجيال الجديدة خصيصا. ويكفي أن أنا أدي حضرتك مثال حتى في تصور لإعادة كتابة التاريخ. نحن محصنون، حضرتك وأنا والزملاء هنا خلاص عارف في حقائق ثابتة وراسخة في الأذهان، لكن بالنسبة لطفل 5 أو 6 سنوات عندما يقدم أو يعرض عليه فيلم ودعنا نناقش معا يا ترى من بنى الأهرامات، كان الحديث عن هذا الموضوع، ويقينا أن المنتج الثقافي سيكون له آلية وأشكال جديدة يقدم بها من خلال هذا الميتافيرس. وبالمناسبة ما نتحدث عنه الآن هو حاصل الآن وهو حقيقة واقعة، وأنه كم الاستثمارات التي تم وضعها في مجال العقارات مثلا في الميتافيرس خلال شهر واحد في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 100 مليون دولار من حوالي 5 أشهر. يعني إيه مجال العقارات؟ يعني في ناس بتشتري بعض العقارات والأراضي في الميتافيرس. أنا الحقيقة أنا عبرت عن ده بالعامية بلغتنا، يعني قلت أن هناك من يشتري اللاشيء في اللاشيء. لكن هذا الحقيقة في بعض الأحيان ما يصل إلى درجة الأوبسيشن أو التملك، الفكرة تتملك من الشخص لدرجة إن هي تصبح مسيطرة عليه إلى درجة كبيرة جدا بحيث إنه يفقد التوازن. وحضرتك الأجيال الجديدة اللي من خلال كاميرا، ودلوقتي الموضوع تحول إلى عدسات كمان، مش بقى كاميرا تتلبق لا أو خوزة، لا ده لينس حضرتك هينتقل عشان المسألة تبان مجسمة. علشان يعني الكاميرا كانت هي العالم الحقيقي. يعني هو فكرة الخوزة أو النظارة إنه ده اللي حضرتك بينقلك إلى الواقع الافتراضي. تسهيلا بقى للامور دلوقتي وبتقدم التكنولوجيا الموضوع اصبح فقط لنس، يعني عدسات من الانسان، منها بدل ما احنا حضرتك دلوقتي بنتكلم واحنا قاعدين في ماسبيرو ممكن نكون قاعدين في باريس، او ممكن نحضر مؤتمر في جنيف او في مكان اخر. الموضوع الحقيقه ليه يعني هو الحقيقة صعب تصوره إلى حد كبير، ولكن للأسف حيجي. هو واقع ولأنه حيجي إحنا الحقيقة لم نرد أن يكون الأمر كما حدث مع شبكات التواصل الاجتماعي، اللي أنا مؤمن تماما أنه نحن تأخرنا كثيرا في التعامل مع شبكات التواصل حتى أصبحنا ردة فعل. الحقيقة نحن لا نريد أن نصبح ردة فعل مرة أخرى للميتافيرس، نحن نريد أن نكون فعل، نريد أن نكون حاضرون ومستعدون. نحن لا نقول بالمنع،
أو لا، يعني لأنه يقينا ممكن الاستفادة من بعض التطبيقات، لكن لابد الحقيقة أن احنا لا ننتظر مرة أخرى حتى تتكرر نفسه. نحن يعني هو تقدم علمي سيأتي أردنا أو لم نرد، ده صحيح، وعلينا أن نكون مستعدين. صحيح، شكل الإعلامي هيتغير، شكل تقديم نشرة الأخبار هيتغير، شكل المنتج الثقافي هيتغير، شكل طيب حاجات كتير يعني حتى نسهل المسألة شوية، كيف ستتغير مثلا نشرة الأخبار؟ هو حضرتك دلوقتي مفهوم الأخبار أصلا كله تغير بوجود إن كل إنسان الآن، كل شخص بيسير في الشارع أصبح مراسل. ده حاصل فعلا. أيوه. بالموبايل. هو حضرتك وحضرتك عارفة إنه الوكالات والشبكات الإخبارية بتدفع آلاف بل في بعض الأحيان ملايين الدولارات إذا كان هناك مقطع فيديو. أيوه. لأشخاص عاديين وليسوا بإعلاميين. صحيح. الموضوع بقى هيكون أكبر في الفضاء الافتراضي، لأنه هيكون عندنا أيضا مجالات وعوالم افتراضية أخرى. أنا عايز أدي حضرتك مثال بسيط بس علشان الناس ابتدت نتكلم عن حوادث، عن لأنه الأفاتار ده زي ما أقول لحضرتك ممكن يرتكب أشياء غير قانونية. ماذا سيكون، من الملام؟ وكيف سيتم الحساب وقتها؟ هل الأصيل اللي هو إحنا ولا القرين؟ ففي ده موضوع كبير يعني ممكن بس بطمن حضرتك انه احنا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار في المجلس. طب هذا يعني خبر جميل. للحوار بقية فاصل قصير، نعود بعده لنواصل حديثنا مع الأستاذ الدكتور هشام عزمي حول الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة في حياتنا الثقافية والفكرية. دكتور هشام، طبعا مع تخصص حضرتك في موضوع المعلومات على سبيل التحديد، عايزة أسأل، يعني كنت مرة في معرض الكتاب وكنت حضرتك قلت كده جملة جميلة، قلت إنه كل من يستخدم حاليا مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا شبكة الإنترنت بقت عارفة هذا الشخص بصدق كبير جدا وبحقيقته كاملة، يعني كل من يتعامل مع هذه الشبكة الآن بقى يعني زي ما نقول جواب مفتوح. ربما للمرة الأولى في تاريخ البشرية الأفراد في كل مكان في العالم بيضعوا المعلومات الخاصة بهم أيا كانت طبيعتها، معلومات شخصية، معلومات تتعلق بأسرهم، معلومات بعملهم، بانتماءاتهم السياسية، بتفضيلاتهم الرياضية الموسيقية إلى آخره، طوعية دون أي ضغوط. ما نقوم بوضعه مثلا لو أخذنا الفيسبوك كمثال وننشره من منشورات، صور، تسجيلات فيديو، حضرتك بتعلقي، حضرتك بتعملي لايك، هذا كله خضع لدراسة. وأنا عندما ذكرت هذه النسبة هي الحقيقة كانت على وجه تحديد 74%، أنه في دراسة في إحدى الجامعات الأمريكية كان الهدف منها هو وضع تصور لكيفية
أو إمكانية الوصول إلى تحديد سمات الشخصية لشخص من الأشخاص أو مجموعة أشخاص من خلال ما يسمى بالبروفايل الخاص بهم على الفيسبوك. فهم عملوا تجربة إن هم حللوا صفحات شخصية خاصة يعني بمجموعة. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا يكتب؟ ما هي ردة فعله؟ قدر يخرجوا بمؤشرات عن ماذا يفضل حتى في الطعام؟ ماذا يفضل بالنسبة للموسيقى؟ ماذا يفضل بالنسبة للفرق الرياضية التي ينتمي إليها؟ ما هي انتماءاته السياسية؟ ما هي انتماءاته الدينية؟ إلى آخره. مجمل هذه المعلومات يعني هم عملوا لا ما هم ده نصف التجربة. ده نصف التجربة. هم حللوا السمات الشخصية لعينة من الأشخاص من خلال صفحاتهم. نفس العينة بنفس الأفراد تمت مقابلتهم مقابلات شخصية لايف بقى، يعني هم قابلوا الأشخاص دي وسألوهم الأسئلة وخرجوا بمؤشرات عن نفس الأشياء التي تم قياسها من خلال التجربة الأولى من خلال الصفحات. الفكرة كانت عملية مضاهاة بين ما تم التوصل إليه في المرحلة الأولى من التجربة وبين ما حصلوا عليه من الأشخاص أنفسهم. كانت نسبة التطابق 74%. معنى أنه جهة ما تستطيع أن تضع سمات أو مواصفات لشخص بنسبة تصل إلى 74% دون أن ترى، دي نسبة عالية جدا جدا جدا. وهنا الحقيقة مكمن الخطورة. أنه حضرتك دلوقتي احنا كلنا بنلاحظ، حضرتك بتكتبي أو بتعملي سيرش على حاجة أو حتى بتتكلمي في موضوع ما، وبعدها بخمس دقائق بيظهر لك إعلانات عن مرتبطة بنفس الموضوع. المشكلة بقى الحقيقة اللي احنا يعني ما بنفكرش فيها كتير، يا ترى ما هو مصير هذه المعلومات بعد أن يعني ينتهي الأشخاص؟ هو يعني مرة أخرى الشخص يعني سيرحل. ستبقى الصفحة، ستبقى البيانات، ستبقى الصور، ستبقى ملفات الفيديو، دي مصيرها إيه؟ هتروح فين؟ قضية كبيرة جدا. وده يعني وحتى في حياة الأفراد، يعني أنا بتكلم على مثلا حياة يعني أفراد شعب كامل، يعني أجهزة المخابرات مثلا العالمية ستكون على دراية كاملة. والحقيقة الموضوع الآن لا يحتاج إلى أجهزة مخابرات، لأن ما يوضع يجعل في متناول أي بس مؤكدة تستفيد منها. طبعًا يعني في التعامل مع أي شعب. وفي النهاية كان أجهزة استخبارات لكن الحقيقة اللي أنا بقوله أنه الأشخاص الآن، وده هذا ما بدأت به هذه الجزئية، بيضعوا المعلومات طواعية. خلي بالي حضرتك من جزئية طواعية دي دون ضغوط. هو بيضع معلومات وبتوجه بقى كم إعلانات للإعلانات. على فكرة الآن مبرمجة الحاجات اللي بتظهر لحضرتك غير اللي بتظهر أيوة. غير اللي بتظهر لحد تاني من الزملاء أيضا حسب اهتمام الشخص، على حسب اهتمام الشخص وعلى حسب خلفيات الشخص وعلى حسب تحليل البروفايل بتاع الشخص. القضية كبيرة جدا. والحقيقة هل ده بيجعل الناس تتوقف؟ غالبا ده مش حاصل. مزيد من الإقبال على صفحات السوشيال ميديا ومزيد من وضع المعلومات دون ضابط أو رابط. والحقيقة لابد أن احنا يكون لنا وقفة مع هذا الأمر لأنه تداعياته أيضا خطيرة جدا. صحيح. المجلس الأعلى للثقافة هو مسؤول عن جوائز الدولة السنوية. صحيح. كيف تتقرر؟ جوائز الدولة هي باختصار أربع جوائز. الجائزة الأرفع والأكبر هي جائزة النيل. ونحن نتحدث عن المجالات الثلاثة الأساسية بالمناسبة مرة أخرى: الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية.
لدينا جائزة النيل، لدينا جائزة الدولة التقديرية، لدينا جائزة الدولة للتفوق، لدينا جائزة الدولة التشجيعية، وهي مخصصة للفئات العمرية الأقل وتشجيعا للمبدعين الشباب للتقدم للحصول على جائزة من جوائز الدولة. بيتم الإعلان عن فتح باب التقدم في شهر أكتوبر من كل عام، وبيفتح الباب لمدة 3 شهور ويغلق في نهاية ديسمبر. بعدها بتبدأ لجان بيطلق عليها لجان الفحص اللي هي بتقوم بعمليات تحكيم. لابد أن نذكر أنه لجان جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية بتأتي بترشيح من جهات ومؤسسات معتمدة من المجلس الأعلى للثقافة، يعني هذه لا يستطيع يعني الأفراد لا يتقدم لها الفرد، لا يستطيع أن يتقدم لها الفرد بشخصه، تتقدم الجهة، الجهة ترشح أسماء. الجهة دي هي جامعات، مجامع علمية، مراكز بحثية، وهي قائمة معتمدة وبتراجع بصفة دورية من المجلس الأعلى للثقافة للتأكد أنه، لأنه هذه خطوة مهمة جدا، للتأكد من الجهة المانحة بترشح أشخاص ذو حيثية ترتقي هذه الأسماء لكي تكون مرشحة للحصول على جوائز الدولة. بالنسبة لجائزة التفوق فلها قسمين، في قسم ممكن يكون يأتي بترشيح مثلها مثل الجائزتين الأولى والثانية، ويمكن أن يتقدم بها أيضا أفراد، يعني دي فيها إمكانية كده وكده. جوائز الدولة التشجيعية كلها بتقدم فردي. بتقوم لجان التحكيم بفحص الأعمال المقدمة بالنسبة للجوائز كلها فيما عدا يمكن جوائز النيل، لأنه جائزة النيل هي الحقيقة جائزة عن مجمل أعمال الشخص ومدى تأثيره على المجتمع، لأنه دي الحقيقة جائزة كبيرة. بعدها بيعد ما يسمى بالقوائم المختصرة short list لتعرض على المجلس الأعلى للثقافة في اجتماع سنوي بيتم التصويت عليها للاختيار من بين الأسماء التي رفعتها لجان التحكيم، اللي هي بترفع ضعف العدد اللي مفترض إن هو يفوز بالجائزة. فإذا كان لدينا مثلا 3 جوائز بترفع 6 أسماء، إذا لدينا جائزة واحدة بيرفع 2، وهكذا. فإحنا يعني هذا العام أضيفت أيضا في عام 2017 أضيفت أيضا جائزة النيل للمبدعين العرب. والسنة اللي فاتت الحقيقة برضو تم حل مشكلة كانت مشكلة مزمنة تتعلق بما يسمى بسنة الفراغ، لأنه دائما كان هناك فارق بين جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق وبين جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية. كان في سنة فراغ معاملة دروب في النص، وكان دائما بيعلن عن الجائزة للنيل والتفوق لعام بينما جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية متأخرة عام، وده الحقيقة كان بيعمل غموض شديد جدا في الوسط الثقافي. حلت هذه المشكلة تماما العام الماضي وأصبحت الجوائز الآن منتظمة في المجالات الأربعة. طب دكتور هشام، يعني طرأ على بالي سؤال حاليا بالنسبة للحاصلين على هذه الجوائز الكبرى، ألا تقوموا مثلا بعملية تسجيل معهم على أساس أنه يبقى فيه نوع يعني من أنواع الاحتفاظ يعني بهم وبآرائهم وبأفكارهم بشكل دائم؟ هو الحقيقة أنه ده مشروع يعني ممكن أن يكون مشترك مع جهات وقطاعات أخرى مؤكد في مع الوزارة الإعلام، في الوزارة الإعلام وأيضا في مؤسسات حفظ التراث زي دار الكتب مثلا، يعني عندنا دار الكتب والوثائق القومية. لكن بالنسبة للمجلس احنا حريصون على انه نشر الاعمال بالنسبة طبعا المبدعين اللي فازوا من خلال سلاسل معينة، والحقيقة ان في فكرة جديدة تتعلق تماما بالجزئية اللي حضرتك يعني اثرتيها، هي سلسلة الفائزين بجوائز الدولة. أيوة. انه تصدر مجموعات ليس بالضرورة كل الاعمال، لكن مجموعات مختارة من الاعمال لكل الشخصيات البارزة خاصة في جائزة النيل وجائزة والتعاون الدولة، والتعاون ايضا مع الاعلام للتسجيل معهم. لا في التسجيل يعني مع الرموز برامج مطوله، يعني ده مرتبط الحقيقه بجزئيه مهمه جدا، هي ما يمكن ان يطلق عليه التاريخ الشفاهي، واحنا في يعني في مصر هذه الجزئيه محتاجين نركز عليها تركيز اكبر. والحقيقه برضو عايزين نركز على ضروره وجود صله قويه ودائمه بين اجهزه الثقافه في مصر واجهزه الاعلام في مصر. ما هو مجرد انه احنا نعمل تسجيل بالصوت والصوره لرمز من الرموز المصرية يتحدث فيه
عن كيف وصل إلى هذه المرحلة التي تمنحه الدولة فيها أرقى جوائزها. هذه رسائل كثيرة مهمة جدا، أهمها أنه يوصل رسالة للأجيال الجديدة أن هذا قدوة وهذا نموذج رول موديل بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة. والحقيقة أنه زي ما بقول أنا ليه ذكرت موضوع التاريخ الشفاهي، لأن ده جزء مهم جدا بالنسبة لنا في مصر نفتقده كثيرا، لأننا تعودنا أن دائما نعتمد على المصدر المطبوع، مع أنه التاريخ الشفاهي اللي هو بيوثق لأحداث كثيرة جدا ولشخصيات. زمان كان التاريخ الشفاهي بالمناسبة بدأ بشرائط كاسيت تسجيلات صوتية فقط، وتعمل حتى يعني بعض دول الخليج كانت سباقة في هذا مع من كانوا يقومون بأعمال الغوص في والبحث عن اللؤلؤ في السابق، ويوثقون لهذه التجارب من خلال تسجيلات صوتية. احنا عندنا دلوقتي الإمكانات التي تسمح بتسجيل صوت وصورة مع رموز كثيرة جدا لكي توثق لعمل. يعني حضرتك بتؤيد هذه الفكرة؟ طبعا الحقيقة كانت فكرة، وفكرة مطروحة من أيام دار الكتب والوثائق القومية التي شرفت يعني بتولي مسؤوليتها لبعض الوقت. طيب بمناسبة دار الكتب، حضرتك استعدت مجموعة من دار الكتب استعادت لا يعني كيف كان استعادة هذه الأشياء التي سرقت مثلا وذهبت إلى الخارج؟ هو في فترات يعني باختصار شديد دار الكتب تاريخة طويل قوي، بدأ من 1870 وحصل نقل لمجموعتها مرتين، مرة في عام 1904 عندما انتقلت من مكان درب الجماميز أول مكان ليها في قصر مصطفى فاضل باشا اللي هو أخو الخديوي إسماعيل، وانتقلت إلى باب الخلق المقر التاريخي الشهير. ثم في 1974 انتقلت مرة أخرى إلى المقر الحالي في على كورنيش النيل. ممكن جدا أن يكون تم فقد أشياء في مرحلة النقل دي، ممكن جدا يكون في من سرقة. حصل عليها من سرقها. طبعا وارد جدا. بس الحقيقة انه عندما اخترنا بان هناك مخطوطات تابعة لدار الكتب، وانا هقول لحضرتك واحدة منهم لان هم الحقيقة مجموعهم اربعة، لكن السيناريو تكرر اربع مرات مع صلاة مزادات في الخارج. حضرتك بتري مخطوطة بختم دار الكتب معروضة أمامك على شاشة إحدى صلات المزادات، وأمامها 48 ساعة لكي تطرح في المزاد. هذا الحقيقة كان شعور قاسي جدا. الحمد لله ربنا وفقنا، لأننا اعتمدنا الحقيقة يمكن مدخل جديد في التعامل، أننا تعاملنا مباشرة مع صلات المزادات، دخلنا في مباوضات مباشرة معهم استمرت شهور. والحقيقة أن كان في تفهم كبير، لابد أن احنا نقول وندي الناس يعني الكريدت أن هم سمحوا لنا باسترددها. احنا استرجعنا المخطوطة الأولى، تكرر نفس السيناريو مع صالة مزادات تانية في لندن برضو، تكرر مع صالة مزادات تالتة في لندن، صالات مزادات مختلفة، وفي كل مرة ندخل في تفاوض، وفي كل مرة نقنع المسؤولين عن هذه الصلاة بأحقية دار الكتب. أنا طبعا بحكي باختصار شديد جدا لأن عملية التفاوض دي لم تكن عملية سهلة وغير مسبوقة في تاريخ مصر ولا في تاريخ دار الكتب، إن أول مرة يتم استعادة مخطوطات دون أن تتكلف الدولة جنيها واحدا في سبيل استعادة هذه المخطوطات، ونذهب إلى صالة المزادات في لندن ونحصل عليها ونعود بها إلى مصر لكي يتم إيداعها مرة أخرى في دار الكتب. دي تجربة الحقيقة غير مسبوقة، والحقيقة أنه إحنا يعني بتوفيق ربنا قدرنا نسترجع أربع مخطوطات خلال عام ونصف كلها. لا مجهود جميل طبعا، كانت معروضة. طب الحفاظ على الموجود هو ده بقى الحقيقة اللي كان لما كنا بنسأل الحقيقة في المؤتمرات الصحفية في اللي بتعقب استعادة أي مخطوط، كان دائما السؤال بينصب على كيف خرجت وكيف. أنا الحقيقة كان ردي إزاي نحافظ على الموجود كمان. أنا لا أستطيع أن أحدد على وجه الدقة كيف خرجت، ونحن نتحدث عن يعني عهود ربما ترجع لعقود تصل إلى 70 و80 و90 سنة، وناس رحلوا بالفعل. لكن ما تسألني عنه الآن
ما هي الضوابط والإجراءات والتدابير التي نتخذها في دار الكتب لكي نضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى؟ هو ده الحقيقة السؤال. والحقيقة إنه الضوابط اللي موضوعة الآن من إجراءات تأمين، وبتستخدم الحقيقة تقنيات عالية جدا في الحفاظ على تأمين المقتنيات، لأن الحقيقة مصر رصيدها من المخطوطات رصيد ثمين جدا جدا جدا، ومجموعاتنا من المخطوطات بتعتبر تاني أكبر مجموعة في العالم بعد تركيا. مصر بتمتلك ما يتجاوز 60، يعني تلك إحصائية تدعو إلى الفخر الحقيقة. لا ده يعني. احنا بنمتلك ما يتجاوز 60,000 مخطوط في دار الكتب والوثائق القومية، عدد مبهر، ليس فقط العدد ولكن التنوع، التنوع في الموضوعات التي تغطيها هذه المخطوطات، التنوع في الحقب الزمنية التي تغطيها هذه المخطوطات، التنوع في أشكال المواد اللي سجلتها هذه المخطوطات. فالحقيقة نحن لدينا ثروة هائلة نعتز ونفخر بها، والحقيقة أن العالم كله مدرك قيمة التراث المخطوط المصري، ويعني نأمل أنه يعني هو لسه في طبعا في حاجات خرجت وموجودة بقى، مش في صلاة مزادات، لا ده في مكتبات ومتاحف بتقتني مثل الموضوع الأثر، وفي عند الأفراد كمان، وفي عند الأفراد طبعا وفي عند الأفراد. لذلك هو برضو احنا فعلنا قانون مهم جدا، هو قانون المخطوطات، انه يتم اي فرد بيقتني مخطوطات داخل مصر عليه ان يقوم بتسجيلها في دار الكتب والوثائق القومية، ده بحكم القانون بالمناسبة. يعني احنا ما بنقولش احنا هنصادر حاجة، اذا انت عندك مخطوطات موجودة فلا بد ان يقوم بتسجيلها في دار الكتب والوثائق القومية، عملا بمبدأ على الأقل حصر والتعرف على ما هو موجود. دكتور هشام، أنا عارفة أن معانا صورة حاليا حضرتك بتعتز بيها جدا، وكانت في جامعة القاهرة. ده الحقيقة أول تكريم في حياتي العلمية والأكاديمية، معيد حديث التخرج مضى عليه شهور، بنبلغ أنه قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة سيتم افتتاحها للمرة الأولى بعد إغلاق كان في أعمال صيانة كان بقالها سنوات الحقيقة مغلقة، والحظ هذه الدفعة أنه كان سيتم الاحتفال بتكريمها وتكريم الأوائل فيها في قاعة الاحتفالات الكبرى بوجود هذا الراحل العظيم الأستاذ الدكتور حسن حمدي رئيس جامعة القاهرة آنذاك، وحضور طبعا نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات إلى آخره. الحقيقة أنا في خلال أسبوع يمكن ما كنتش بنام، لأنه كان يعني من الانتظار لهذا التكريم اللي كان بالنسبة لي حلم في هذا السن الصغير، ولأنه يعني كنت أنا ما يعني يسمى أول الأوائل، كنت أنا الأول على 14 قسم في كلية الآداب، فكانوا مميزين الشهادة بمجموعة مختلفة من الشرائط. طبعا شيء جميل جدا. صعدت لكي يعني نودي على الأسماء، وصعدت لأستلم الجائزة، وأحسست أنه في كده شيء غير طبيعي في خلفية المسرح حيث يعدوا شهادات، وسلمت على كل الوقوف بما فيهم رئيس الجامعة ولم أتسلم شيء، ف نزلت من الناحية الأخرى وأنا في قمة الإحباط. لكن لحسن الحظ بعدها بخمس دقائق هما كان الشهادة لسبب منها فقدت، يبدو أنهم وضعوها في مكان مميز. المهم أعيد الرداء على الاسم مرة أخرى وصعدت مرة أخرى، ليأتي الدكتور حسن حمدي الحقيقة بفعل يعني بعتبره شيء كريم جدا وراقي جدا، أن يترك مكانه في وسط المسرح وهو رئيس أكبر جامعة في الشرق ليتقدم خطوات ليستقبل هذا المعيد الصغير على بداية السلم، ويستقبلني مهنئا ويقول لي ما تزعلش يا هشام، احنا أسفين وألف مبروك. شيء جميل جدا جدا، هذه يعني اللفتة في تلك اللحظة بدليل أن أنا بذكرها بعد مرور سنوات كثيرة، كان الحقيقة بيضع مثل مهم جدا في كيفية احترام تلك العقلية الأكاديمية الشابة. طيب. فعلى يعني لروحه الرحمة.
أنا طبعا بشكرهم على كل حاجة قدموها لي. وإحنا بنشكر حضرتك دكتور هشام عزمي على هذا اللقاء الجميل، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. في الختام أشكر ضيفي الكبير الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.